نحن نبقى معاكم لحظه بلحظه وقائع المؤتمر الصحفي كمان وكمان. كان معانا زميلنا ايمن مصطفى اللي نقل لكم الصوره كامله والكواليس من خلف الستار للتعرف عن الاجتماع اللي كان اجري اليوم داخل مقر الجبلية، الاعلان عن كابتن ايهاب جلال. نقطه مهمه جدا الاجتماع اللي هيبقى مساء اليوم، كابتن جمال علاب مع كابتن ايهاب جلال. سؤال كان مهم كنت لازم اطرحه، اكيد حضراتكم كنتوا بتسالوا هل كابتن ايهاب جلال هيبقى عنده ساعه صدر في مساله احتمالية تغيير الجهاز المعاوني؟ هل الأمر زي ما هو كان في السابق ولا تغير؟ هيبقى عنده فكرة إن هو يبقى لا جهاز معاون ممكن يكون فيه وجوه جديدة بخلاف الوجوه اللي بتعاون مع كابتن إيهاب جلال؟ كل ده هيصدر عنه مساء اليوم في اجتماعه مع كابتن جمال علام. تعالوا كده ناخد نبذة بسيطة كده عن أبرز وأهم أرقام كابتن إيهاب جلال. تولى أكيد كابتن إيهاب جلال زي ما احنا عارفين القيادة الفنية للقلعة البيضاء نادي الزمالك. تحت قيادته استمرت 17 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 2 ومني ب7 هزائم. أما عن النادي الإسماعيلي فقاد نادي الإسماعيلي 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، تعادل في 3 وتلقى 7 هزائم. أما قيادته للنادي المصري بورسعيد وهي الأطول تقريبا 49 مباراة، يمكن لا مصر المقاصة هتبقى الأطول، 49 مباراة لنادي إيهاب جلال مع النادي المصري، فاز في 22، تعادل في 15 وهزيمة في 12 مباراة. أما عن نادي إنبي فتولى قيادته في 13 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 4 وتلقى هزيمتان فقط. نادي بيراميدز تحت قيادته لعب 23 لقاء، فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات. أما أرقامه مع نادي أهلي طرابلس الليبي الفترة اللي يمكن ما عادش فيها طويلا خالص، هي مباراة وحيدة ما خسرش فيها بل تعادل في هذا اللقاء الوحيد. أكبر مباراته أو حصلته من قياداته الفنية مع نادي مصر المقاصة 135 مباراة، فاز في 68 تعادل في 30 مباراة ومني بالهزيمة 37 مباراة.